ولدت يا رمضان بالصفو والخير، يا مثقل الأغصان بالنور والزهر. سبحان من أشرب نهرا من الأرياء، ملء الوجود سناب قبس من الإسلام. من أنزل القرآن في شهرك المزدان، شمسا من تزخر الذاكرة الإبداعية التونسية بكم هائل من الأعمال التلفزية الدرامية التي فرضت النجاح وتقبلها متتبعو تلفزتنا الوطنية طوال أكثر من نصف قرن. لقد كانت شاشتنا الصغيرة طوال هذه العقود تزخر بالكنوز الفنية من دراما اجتماعية وكوميدية وتاريخية. ففي وقت مبكر من تأسيسها في ستينات القرن الماضي كان تاريخ تونس حاضراً بقوة وليس كالعيان بيان. Thank you.
معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، ألا من أراد العلم والتفقه في الدين فعليه بمالك ابن أنس إمام دار الهجرة على صاحبها أزكى الصلاة والسلام. يا معشر المسلمين، طوبى لمن أقام في مدينة رسول الله واستفاد دينا وتقا وعلما وفضيلة وحديثا وفقها. يا معشر المسلمين، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يا شباب القيروان، ألا هل من همة وعزيمة؟ ألا هل من هجرة إلى دار رسول الله؟ هل كنت في حلم؟ ويلك يا عبد الله، فلتلبي نداء هذا الشيخ ولتتوكل على الله. ولكن كيف العمل وأبو حاتم الخارجي يشدد الحصار على القيروان؟ لأُلبين نداء هذا الشيخ في أول فرصة تسمح بذلك، ولعل رفقة صالحة تكون معي في الطريق، إنه طريق شاق. ويلك يا عبد الله، هل أنت أبله إلى هذا الحد؟ ألا تعرف هذا الشيخ؟ أليس هو شيخ البزازين الذي ذهب إلى الحج منذ سنتين؟ فهل عاد من حجه وألهمني الله رؤياه في منام هذا؟ لأذهبن إلى سوق البزازين ولأسألن عنه. عندما نتوغل في ذاكرة التاريخ لاستجلاء صورة رمضان في سالف الأزمان والعصور، يطالعنا التاريخ برسم للمشهد الرمضاني في العهد العثماني فيقول: كان الصبيان الصغار من أبناء وبنات بني عثمان يبدأون تعلم أركان الصلاة عند بلوغهم سن التاسعة، وكان هؤلاء الأمراء الصغار يباشرون الصلاة فعلياً في الليلة الأولى من شهر رمضان، وهي مناسبة بالنسبة إليهم وإلى الأسرة السلطانية هامة، وتعطى كثيراً من العناية لتبقى محفورة في وجدان الأطفال. كان الصبيان يرتدون العباءات المقصبة بالذهب، ويعتمرون الطرابيش العثمانية الحمراء ذات الطراطير المدلاة بصورة مميزة. أما البنات فيرتدين الأثواب المعدة خصيصاً للصلاة، وهي غالباً ما تكون من القطيفة الحمراء المطرزة بالخطوط الذهبية. وكانت توزع على الصبيان والبنات سبحات من المرجان بإمامة من الذهب أو الماس. هذه الفرحة بابتداء الصلاة والصيام عند الأمراء والأميرات الذين يبلغون التاسعة وفي الليلة الأولى من رمضان لا تدانيها أي فرحة أخرى. لم تكن محاولات صيامهم ناجحة كثيراً، فهم كغيرهم من الأطفال يبدأون ثم يتراجعون لأنهم لا يطيقونه، وكلما كبروا كلما كانوا يتمسكون بالصوم بصورة أكثر دقة وشدة وإتقانا. لم يكن للموسيقى أي دور في احتفالات رمضان، فهي لا تتناسب مع وقار الشهر الفضيل. من الاحتفالات التقليدية في رمضان احتفال كراء الأسنان، ويتم في هذا الاحتفال توزيع الأعطيات والهدايا على سرايا العسكر. ففي كل ليلة من ليالي رمضان كان قصر يلدز يستقبل طابوراً عسكرياً، وبعد أذان المغرب والإفطار يقوم ناظر الجيب الهميوني فيوزع عليهم كراء الأسنان، وهي أعطيات وهدايا نقدية أو عينية. أما التقليد الأكثر إثارة فهو زيارة البرد الشريفة
في منتصف رمضان. كانت الاستعدادات لهذه الزيارة تبدأ قبل وقتها بأيام عديدة، حيث تعد الزينات المختلفة على طول الطريق الممتد من السرايا إلى قاعة البرد الشريفة، وتزين العربات التي سوف تقل أفراد الموكب بشكل جميل ورائع. إحدى الأميرات وصفت هذا الاحتفال فقالت: كنا ننهض من النوم مبكرين ونرتدي أجمل ملابس الموسم وأطولها، ونعلق النياشين والمجوهرات، ثم نذهب إلى سراي توبكبي وهو مركز تجمع المحتفلين والمدعوين، ومن هناك كنا نركب العربات السلطانية ونسير خلف مدير مسيرة الحرملك، وكان في مقدمة الموكب عربة والدة السلطان. وعند وصولنا تدخل كل أميرة الصالة المخصصة لها في دائرة الحريم، وكانت والدة السلطان تجلس في غرفة خاصة تعرف بغرفة المقعد، فيقبل إليها بنات السلطان ويقبلن يدها وينتظرن افتتاح قاعة البرد الشريفة، ثم تقبل زوجات السلطان فيجلسن إلى جوار والدته. وكثيراً ما كانت تحضر هذا الاحتفال الوالدة باشا، وهي والدة خديو مصر. وحين يقترب موعد افتتاح قاعة البرد الشريفة، يأتي الباش صاحب ويجثو أمام والدة السلطان ويدعوها إلى دخول قاعة البردة، فيدخل الجميع وراءها وتنتشر في الجو روائح البخور، ويأخذ أحد المؤذنين بتجويد بعض الآيات من القرآن الكريم، ثم يسير الجميع وراء والدة السلطان بخطوات هادئة، وأذيال الملابس تسحب على الأرض حتى يصل أمام السلطان الواقف على قدميه عند كرسي العرش، فينحنون تحية له فردا، ثم يتوجهون نحو البرد الشريفة ويعودون إلى السلطان ثانية لتقديم التحية من جديد، ويأخذ كل منا البشكير الشريف الذي يقدمه السلطان، فنقبله ونمسح به رؤوسنا، ثم نتراجع إلى الخلف بترتيب دقيق. والآن ننفض الغبار عن أغاني رمضانية بقيت في البال. رمضان يا شهر الصيام للمطربة الكبيرة شهرزاد. I'm with best.
غدا يوم جديد من أيام رمضان، ولقاء جديد مع رمضان في ذاكرة التاريخ، فإلى اللقاء.